إن آخرة الجريدة ومنها نقرأ للكاتب محمد وداعة من زاويته ما وراء الخبر التي جاءت اليوم تحت عنوان جوع كلبك يتبعك إلا في السودان. يبدأ الكاتب زاويته بالآتي: ما يجري في بلادنا مخطط مرسوم بهدف تحقيق أجندة أجنبية ومحاولة لإخراج أهداف ثورة ديسمبر عن سياقها واستمرار حالة الضغط والتجويع بهدف التأثير في المزاج السوداني ودفعه للاستسلام لتدجين الثورة وترويض الثوار. يشير الكاتب إلى أنه حسب إحصاءات وزارة التعاون الدولي فإن السودان تلقى حوالي 16 مليار دولار في الفترة من 2005 إلى 2010، فأين العون الدولي للسودان منذ سقوط البشير؟ محفظة الحكومة تشتري الذهب بأعلى سعر للحصول على الدولار وترفض تمويل السلع الاستراتيجية، وقامت المحفظة بفرض شروط خيالية وتعجيزية بأن يكون السداد بزيادة 10% على سعر الدولار في السوق السوداء، وتتطاول صفوف الوقود والخبز وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وانعدام الدواء، والمحفظة تحتفظ بملايين الدولارات عائدات صادر الذهب السوداني ولا تقوم بتمويل احتياجات البلاد وتفرض شروط يعجز شيلوخ عن الهمس بها. ويمضي الكاتب: حكومة الثورة ودون أن يرمش لها جفن تقوم بتعويض شركة الجنيد عن جبل عامر مرتين، مرة بتصديق امتيازات في مربعات أكثر غنى بالمعدن النفيس من جبل عامر مصافي الكرتة، وتعويض ثاني نقدا بخمسين مليون دولار نظير خروجها من جبل عامر الذي أصلا تم الاستيلاء عليه بوضع اليد وبدون ترخيص من الحكومة البائدة أو الحكومة الانتقالية. ويمضي في ختام زاويته إلى القول: نعم، اختلط الحابل بالنابل، وتدخلات خارجية في شأن بلادنا تجد من يعمل على إنفاذها في بعض مستويات الحكومة الانتقالية وفي قوى الحرية والتغيير، ضغوط هائلة سياسيا واقتصاديا بهدف تركيع الشعب السوداني وإذلاله، وبرغم كل هذا فلن نكون كلابا تجوع ولا حرة تأكل بثديها. الشعب أقوى والردة مستحيلة، وإن غدا لناظره قريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.